بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. فالناظر والمتأمل في أحوال المسلمين من ناحية الصلاة ليدرك خطورة التهاون في إقامة الصلاة وأداء الصلاة. الصلاة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي عمود الإسلام، رأسه رأس الإسلام، رأس الحياة ورأس النعم الإسلام، وعموده عمود الإسلام الصلاة. فلا يمكن أن نبني خيمة بلا عمود، والعمود هو الأساس، يكون ويؤسس ويبنى في وسط الخيمة. فإذا سقط العمود سقطت الخيمة وسقط البناء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإسلام بني على خمسة أركان، أركان خمس، وأساسه وعموده هو الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة هي آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وهو يغادر الحياة، وهو يودع أمته، فيقول ماذا قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة حتى ثقل لسانه بها، صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي شعار المسلمين، وهي أساس الإيمان، وهي السعادة، وهي الراحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر مهم في حياته الدينية والدنيوية صلى الله عليه وسلم، كان يفزع إلى الصلاة فيصلي، فالله يفرج عنه ما ألم به. الصلاة هي من الوسائل المهمة وأسباب المهمة في قضاء الحوائج وكشف الكروبات. ينادي الله ويخاطب الله المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هي خفيفة على النفس، راحة للنفس. كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. حبب إلي ثلاث: النساء والطيب
وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي في الصلاة، سعادتي في الصلاة، طمأنينتي في الصلاة، خشوعي في الصلاة. ولكنها ثقيلة على كثير من النفوس الملطخة بالذنوب والمعاصي، وإنها لكبيرة، أي هذه الصلاة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصحابة ما كانوا يعرفون أبداً الثقل في شأن الصلاة، بل كانوا يعتبرون المتثاقل فيه علامة من علامة النفاق الذي يثقل عن الصلاة، بل والله عز وجل أخبر بذلك، وأخبر أن المنافق يتكاسل عن أداء الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. بل الصحابة كانوا يعدون الذي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق، وإنه كان ليهادى بين الرجل بين الرجلين فيأتي إلى الصلاة ولا يتخلف عن صلاة الجماعة. وفي الحديث الصحيح أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. لماذا لا نحفظ هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. انتبه، أمر خطير. إذا ثقل عليك أمر وشأن صلاة الفجر فاتهم نفسك، فاتهم نفسك، راجع نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى، لا يقول كلاما جزافي أبدا، إنما هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصلاة نور وحياة، وتكون لك نور، من حافظ على الصلاة كانت له نور. يوم القيامة يأتي وله نور، ومن لم يحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون، مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من لم يصلي، لأن المتعامل مع الصلاة أو الحديث عن الصلاة في شأن الناس على نوعين، أحدهما متهاوين والثاني تارك لها، فهذا أمر تارك واضح عند الأمة وعند العلماء، جاحد لها. الذي يجحد الصلاة يجحد الصلاة ولا يقر بها ولا بوجوبها فهذا كافر باتفاق العلماء، كافر باتفاق العلماء. أما الذي يقر بها ويتهاون فيها، هذا الذي نتحدث عنه، عقوبة للمتهاونين في شأن الصلاة، يحشر مع فرعون. لماذا؟ لأنه شغلته الرئاسة. يحشر مع هامان. لماذا؟ لأنه اشتغل وشغلته الصلاة على الوزارة، على الوظيفة. يحشر مع قارون. لماذا؟ لأنه شغلته الصلاة عن المال. يحشر مع أبي بن خلف. لماذا؟ لأنه شغلته عن التجارة. المؤمنون لا تشغلهم هذه الأمور وهذه التوافه عن أداء الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عقوبة المتهاونين في الصلاة، يصلي الظهر مع العصر والعصر مع المغرب والمغرب مع العشاء، أو يجمع النهار كامل ويوما كامل، أو يصلي الصبح إلى طلوع الشمس، فماذا قال الله عنه؟ فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة. لم يقل الله عز وجل لا تركوا الصلاة، قال أضاعوا، ضيعوها، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكأن الآية نزلت اليوم في هذا العصر، سبحان الله. القرآن يساير كل عصر وزمان. فخلف من بعدهم خلف، أي هؤلاء القوم، فخلف من بعدهم الصالح الأولون، خلف من بعدهم خلف، خلف للشر، خلف للخير بالفتح، خلف في الخير وخلف في الشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وما في الحياة من شهوات على كثرتها وتنوعها في زماننا هذا، إذن لم يتركوها كما قال الصحابة بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها. فما عقوبتهم؟ فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما هو الغي؟ واد في جهنم والعياذ بالله، قعره بعيد، لأنهم أخروا وتركوا الصلاة تخلفا، وليس تركوها بالكلية، تخلوا عنها بالكلية، إنما أخروها عن وقتها، كما قال الله في سورة الماعون، والجميع يحفظ هذه الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل الله عز وجل فويل للتاركين للصلاة، قال فويل للمصلين الذين يصلون، يصلون ولكنهم يؤخرونها عن وقتها ولا يصلونها في وقتها. فهذا واد في جهنم، أو هلاك لهم وخسارة لهم. لماذا أمتنا الآن يضيعون الصلاة؟ لماذا شبابنا الآن يضيعون الصلاة؟ لو تقول لأحدهم يا هالك يتخاصم معك، لو تقول للإنسان يا خاسر يتخاصم معك، وهو يضيع الصلاة فهو خاسر هالك، ولدك يأكل ويشرب معك هو هالك وخاسر، لا خير فيه، لا يصلي أو يؤخر الصلاة عن وقتها، وقد تأتي لصلاة الفجر فتصلي مع الجماعة وتترك ولدك أو ابنتك أو أبناءك على فراش النوم يغطون في نومهم. أتحب الخير لأولادك؟ أتحب السعادة لأبنائك؟ أيقظهم للصلاة، أيقظهم للصلاة. فحينما ينادي للصلاة كيفما كانت، خصوصا صلاة الفجر، أشعل الأضواء وأطرق الأبواب على أولادك، قوموا للصلاة. زوجتك لا تتركها نائمة، قومي للصلاة. ويدخل وتدخل وأنت تكون السبب ابنك النار ولا ابنتك بسبب أنك ما كنت توقظهم للصلاة. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم جهنم؟ الملائكة تساءل، ما الجريمة التي ارتكبتموها؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ومعه جبريل رجل ملقا على الأرض وملك يأخذ حجرا صما يضرب به رأسه فيشدخ رأسه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا؟
قال هؤلاء من أمتك، هذا من أمتك الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، ينام رأسه يثقل عن الصلاة، مصيبة. أمة لا تصلي، أمتنا لا تحافظ على الصلاة، كبيرة من الكبائر أننا نصلي في المساجد بعدد قليل، الحي ربما فيه 1000 ولا يصلي في الفجر في المسجد الفجر إلا 80 أو 90 أو 100، فضيحة، عار على الأمة. هل نحن مسلمون؟ بالاسم بالادعاء، أين شبابنا في المساجد؟ بل حتى كهولنا، حتى شيوخنا ضيعوا الصلاة، ومن هو بجوار المسجد. جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أتجد لي رخصة أن أصلي ببيتي؟ بماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت صحيح قوي معاف في بدنك، ربما تتعلم أمور رياضة، والصلاة لا تصلي. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعمى والمدينة لم يكن بها أضواء مثل اليوم، والمدينة طرقها وأزقتها وشوارعها لم تكن معبدة أبدا، ظلام دامس يأتي بعيد، ألي رخصة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، أجيب. هذا أعمى، أنت بعينيك بأذنيك. الصلاة خير من النوم وأنت تغط في نومك. الله يناديك أيها الإخوة، والله العظيم حينما أدخل المسجد وأصلي وأرى عدد قليل من المصلين أكاد أصرخ أبكي، ما حال هذه الأمة؟ بل وسمعنا وأنتم تتبعتم معنا الأخبار، الساعة والساعة وتقديم الساعة، أنا لو يسمعون كلامي لكانت دراسة السابعة بعد الفجر مباشرة، لماذا نؤخر الدراسة إلى 8:30؟ نحن مسلمون، بعد صلاة الفجر العمل، بعد صلاة الفجر الدراسة، بعد صلاة الفجر التبكير الأشغال. لا ينام بعد الفجر إلا مريض، إلا كسول، إلا خمول. أما المجيد لا ينام بعد الفجر. هكذا ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا، قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ألا تحب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. لو توقظ ابنك للدراسة بعد صلاة الفجر ويصلي مع أذان الفجر ويصلي، وأنت تستيقظ لصلاة الفجر وتذهب، إذا كنت تاجرا تفتح باب دكانك، تجارتك مباركة، وأنت الفلاح تذهب لحقلك وضيعتك بعد صلاة الفجر، والله فلاحتك مباركة. ولو لم يأتيك أحد، أنت افتح، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لك، قال لك ودعا لك: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها. وفي بعض الحين تتجول في المدن خصوصا يوم السبت والأحد وكأن مدينة الأشباح، بعد الفجر كلهم يشخروا في النوم. هكذا الأمة، لنعود إلى وضعنا الذي كنا عليه، المحافظة على الصلاة. أيها الإخوة، أي جميع الأنبياء والمرسلين كانوا يصلون، والصحابة ما كان أحدهم يترك الصلاة، صغارا وكبارا يأتون إلى المسجد. المرأة تأتي في صلاة الصبح بصبيها وهو صغير يصرخ
فتصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. وجميع ولتعلموا أهمية الصلاة جميع الفرائض فرضت في الأرض، جميع الأركان فرضت في الأرض، إلا الصلاة فرضت في السماوات السبع، في السماوات السبع. الآن ثقلت الصلاة عن النفوس، صغير وكبير حتى ولو كان من حمرة القرآن ثقلت عليهم الصلاة، صاروا كأنهم يكرهون الصلاة. سبحان الله، أمر خطير. لماذا الناس ثقلت عليهم الصلاة؟ أتعرفون لماذا؟ ما السبب؟ أولا بعدهم عن منهج الله، ثانيا عدم الإيمان، لأنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. جاء رجل يشتكي إلى رجل من السلف الصالح فقال له الصلاة ثقيلة علي، ثقيلة علي. قال خفف وزنك من الذنوب والمعاصي. أنت ثقيل بالذنوب والمعاصي، حينما تنام فتثقل عليك الصلاة. وبأختم، وإلا الحديث طويل، أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي الرجل لينام، لينام، فيعقد الشيطان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول على رأس أحدكم ثلاثة عقد، انتبهوا، ثلاثة عقد، قيود معنوية، قيود. فإذا نام الإنسان يقول له الشيطان نم عليك ليل طويل، نم، نعس، ما تقلقش، أخر النوم ثم نم. فإذا ما سمع الأذان يقوم فيحل، تحل العقدة الأولى. فإذا ما توضأ تحل العقدة الثانية. فإذا ما صلى تحل العقدة الثالثة. فيصبح الإنسان نشيط، نشيط، صلى صلاة الفجر. أما إذا لم يصلي ماذا يفعل به الشيطان؟ يبول عليه. أنا أرضى لنفسي أن يبول علي الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أيحب أحدنا أن يبول عليه الشيطان؟ أرضى لنفسي أن يبول علي الشيطان؟ أصلي الفجر. إذا أردت أن تنام بعد ذلك بعد صلاة الفجر ليس حراما، إنما أقول مخالف لعادة الإنسان. أما إذا أردت أن تنام صلي الفجر ونام، صلي الفجر ونام ولا تضيع صلاة الفجر. ثم إذا صليت الفجر أتعرفون التأمين؟ التأمين وهو رسول الله. إنسان يؤمن على سيارته، يؤمن على نفسه، يؤمن على أولاده. هكذا في الدول المتقدمة يؤمنون على حياتهم، يؤمن. والآن نؤمن نحن في على سياراتنا. أتعرفوا التأمين من هو؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو حافظت على الصلاة وحافظ أولادك على الصلاة وحافظ بيتك على الصلاة لن تصيبك مصيبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. هذه الأمراض والمشاكل والمصائب التي تقع للأمة سببها من بين الأسباب تركنا للصلاة. والله لما تركنا الصلاة يقول أنتم لستم في ذمتي، فالمصائب أي مصيبة كانت قليلة أو كثيرة ستصيبكم. والله يهدينا، الله يصلح حالنا وأحوال المسلمين، الله يهدي شبابنا ويرد بنا ردا جميلا. اللهم رد بنا ردا جميلا يا ربنا، أصلح حالنا وأحوالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله يا رب العالمين.